لينا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعة مباركة على الجميع. اهو كعود جيتكم بوصفة جديدة، جيتكم برسيت سهلة برشا، وتويك وقتها كما نعرفوا تو وقت البرقدان. ليش لا منستغلوش الفرصة ونعملوا به بشكوتو؟ البشكوتو هذه يلزمني برشا، يعملوها امهاتنا قبل. اهو كما نستحقوش لا ماكينة ولا قمع، فيسع ما يحضر، ياسر بنين. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تابعوا الفيديو للاخر، تابعوا لي زاستيس الكل باش ينجح معاكم. بالنسبه اللي تزور القناه اول مره قل مرحبا بك، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومونتير. نخليكم تواكا لطريقه التحضير والمقادير، وفرجه ممتعه للجميع. ولا هذوما المكونات متاعنا، مش تستحقوا 200 غرام سكر، نفس الكأس اللي مش نكيلو بيه نكيلو بيه المكونات الكل، 200 غرام سكر، 200 مليلتر زيت نباتي. عندي لهنا كيبتين ليم برقدان غسلتهم بالباهي، نظفتهم بالطريقة هذه هكا، نحيت لهم البارتي هذه والبارتي هذه وغسلتها بالباهي، ورحيتهم بالقشرة متاعهم. ردوا بالكم اذا فيها قلوب ولا حاجة تنحيوها باش من بعد ما يجيكمش البشكوتو فيه المرارة. كما قلت لكم نظفوها بالباهي ونقطعها طريفات ونرحيها حتى نتحصل على هذية هكا 200 مليلتر من الجو متاع الليم. وعندي 4 كعيبات بيض بحرارة الغرفة، 2 بكوات خميرة مش نستحقوا هكايا، شوية من با هكايا شطر مغرفة صغيرة كربوناتو، وعندي كيلو فارينة بالطبيعة مش نعملوا الكونتيتي اللي مش نستحقوها، ممكن نستحقوا الكميه كامله كما نجموا نقصوا منها احنا وكبر البيض اللي عندنا. ولا هذوما هكا المكونات متاعنا، مش نبداو تويكا من بعضنا. نبداو اول حاجه بالبيض متاعنا، بسم الله. مش نحركوهم مع السكر، بسم الله. خلطوهم هكايا مع بعضنا، مع بعضهم عفوا، ما احناش مش نستحقوا باش نطلعوا البيض ولا حاجه، جست هكايا ندخلوا المكونات في بعضهم ونذوبوا السكر اللي حطيناه. نضيف تويك الزيت، نجمو راهو تزيدو تنكهوها بشوية شور بردان، تنجمو تنكهوها بفاكو فاني، ما ننصحكمش، هو ديجا معناتها بالبرقدان، والبرقدان يعطيه القو نتاعو. تحبو تضيفو تنجمو تزيدو جلجلان، بسباس، اللي تحبو انتوما تنكهو البشكوتو راهو تنجمو تنكهوه. ولا تويكا مش نصب كمية الليمون. نخلط المكونات الكل مع بعضها، وانا تويكا مش نبدا نضيف في الفرينة باش نحي فوي باش نعجن بيدي. نضيفو الفرينة ونحركو ونشوفو، سلام. بالطبيعة الفرينة راني غربلتها، تغربلوها قبل ما تبداو تحضروا البشكوتو نتاعكم. كذلك الخميرة زيد نغربلها، ساعات نلقى فيها كعابر، شفتو هاكا. باش نضيف شوية كيما قلت لكم كربوناتو، اختياري راهو الكربوناتو، تنجمو تستغنيو عليه اذا متحبوش تعملوها متعملوهاش، جست هكا يعطينا من بعد هشاشة وخفة للبشكوتو.
او كاريتو ميم با هكا شتاير مغرفة صغيرة. نضيف الفرينة ونحرك. كذلك بسم الله البشكوتو راهو من عجنوه جوست هكايا بأطراف الأصابع. نعجنو نلمو معناتها ونشوفو القوام متاعو، ما لازموش يكون يابس برشا وما لازموش يكون جريء. او كنتم معايا تنوريكم كيفاش لازم يكون بالضبط. ولا كملت عجنة البشكوت نتاعي، شوفوا كيفاش لازم القوام يكون، ما لازموش يكون يابس كما قلت لكم. اهو كهكا كنا نهزوها هكايا بين يدينا يتشكل، و اميم طون يبدا هكايا اتري ويتلصق. شفتوها كيما هكايا. بالنسبه للفرينه اهو كالفرينه، كميه الفرينه اللي فضلت لي كيما قلت لكم انتم نوع الفرينه، فما نوع فرينه يشرب نوع لا، واحنا وحجم البيضه نتاعنا. ولا تويكا مش نبداو نشكلوا كعيبات البشكوت نتاعنا. ولا تويكا مش نبداو نشكلوا كيما قلت لكم. خذيت الطبق نتاعي دهنتو بشوية زيت وشوية فرينة، تنجمو تعملو غطي كويسون كيما تعملو، كيما تنجمو تعملو زيت وفرينة. مدنا هكايا شوية يديا بشوية زيت، باش ناخو هكايا طريف من الباد ونبدأ نشكل البشكوتو نتاعي. ساهل طريقة كيما ريتوها ساهلة، هاكا لا قمع ولا ميكينة ولا حتى شيء. نعملوها هكايا بودان هكايا طويل، نعملوها ليه وجويد وليه وخشين كيما نعرفو، هو بالفرينة بالخميرة الخميرة مش يتفاعل ومش يزيد يطلع من بعديكا كي نطيبوها في الفوق. على كيما هكا نختارو حجم اللي نحبو عليها احنا ونقيسو باش يجيونا الكعيبات الكل قد بعضهم. سامحوهم هكايا هي. بالنسبة كي مش نجيو نرميوهم، نرميوهم حدا بعضهم لاصقين لبعضهم. هاو تنوريكم كيفاش بالضبط، مش كي البشكوت والاخر، هذيا لازم يكون هكايا لاصقين لبعضهم الجرينات. نجمو راهو تعملو بالطريقة هذيا، شوفو نجمو تعملو بالطريقة هذيا، وإلا تنجمو تعملو تفرشو البات كاملة متاع اللي خلطناها كلها في الطبق ومن بعد كي تيبو نتوما تقصوه. مي انا هكا يعجبني هكا ازيد ازيان وافيان. اهو كانتم كيما تحبوا انتم اعملوا. شفتوهم هكا كيما هكا، نستعينوا بالطيره زيت بين يدينا ونحاولوا ما نعجنوش ديما هكا، دوسمون بالسياسه بالسياسه، ونحلو كيما هكا. الفرن تاعي قاعد يسخن، لازم يكون مسخن من قبل، حطيتو يسخن على 180 درجه. مش نطيبوه النار من لوطا وفوق. هاكا ديما نخليو جريهم من قبل باش نقيسو عليها.
ولا هذي هكا اتبيق الاول متاعي حضر، مش ناخو عندي اصفر متاع بيضه ومغرفتين هكا يا حليب، نحركهم بالباهي مع بعضهم، ومش ندهن بيهم البشكوتو متاعي باش من بعد يخرج لنا لونو دوري ومزيان. بالنسبه للكميه راه مش الكميه هذي الكل، مازالت عندي جوست هكا حضرت التبيق هذيا باش ندخلو للفور كيما قلت لكم باش نوريكم اش باش نعملو له. ندهنوهم هكايا اصفر البيض، كملت دهنتهم اصفر البيض، تو مش نرش عليهم هكايا شويه جرجلان يعطيه مشهد مزيان، وكذلك يعطيه طعمه وبنه ياسر ياسر بنينه. نجمعوا هذا الجرجلان تعملوا لوز، تعملوا اي فاكهه تحبوها انتوما، واللي مش متوفر عنده ينجم يكتفي حتى بالجرجلان، يجي بنين وياسر ياسر مزيان. هكا شخشخوه بالباهي، انا هكا تعجبني طعمه الجرجلان ياسر في الحلو. هكا نشخشخها بالباهي بالباهي، نكمل انا نزينهم هكايا بالجرجلان، ونكمل بقية الكمية اللي عندي الكل، ومن بعد ما يطيب وانا نرجع نوريهمكم في صحن التقديم والمشهد النهائي نتاعهم. وهذه هي البشكوتو نتاعنا، مازال كيف حضر ما نحكي لكم، مش على الريحه ياسر ياسر بنينه، كذلك المشهد نتاعو ياسر مزيان، هذاك الجرجلان عطاه هكايا منظر مزيان، وكذلك كما قلت لكم بنين بنين على الاخر. مبقانا تو كان باش نقصوه، قصوها هكايا كل كعيبه وحدها كما هكا، نخليوها هكايا في صحين التقديم. شوفوا هذه هكا البشكوتو نتاعنا، شوفوا هذيك حتى هكايا كعيبات هكا التريفات اللي هكا مزيانه ومحليين يبداو هكايا في وسط البشكوتو. شوفوا ان شاء الله جربوها الوصفه وان شاء الله تعجبكم، واذا كان جربتوها ما تنسيوش بالشاركوني تطبيقاتكم. نستنى لي روتور نتاعكم على الجروب فيسبوك كويزين باي منو، تابعوني على الباج فيسبوك كويزين باي منو، تبارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعم الفايده. وهكا نكملوا نقصوا البشكوتو نتاعنا، وتستهلكوه كيما تحبوا انتوما مع قهيوه مع كويس تي هكايا في الصباح مع الصغيراتنا وقت يجيو يمشوا للمدرسه. ياسر ياسر بنين كيما نعرفوا، فيه برشا منافع وبرشا فوائد، وفي وصفة قادمة إن شاء الله. بسلامة.